وروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. وإن ضعف إسناده، إلا أن بعضا من أهل العلم حسن إسناده، وهو أحسن ما ورد في فضل هذه السورة على سبيل الانفراد. ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في المسند عن صفوان قال: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح بن شريح، فلما بلغ 40 منها قبض رضي الله عنه. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. وهؤلاء المشيخة كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم التابعون. لذا استحب أهل العلم قراءة القرآن عموما عند المحتضر، ومنها قراءة سورة ياسين على سبيل الخصوص.